السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم بمحطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لأهلنا من المصابين. لقد أصدرت توجيهاتي إلى الحكومة للانتقال الفوري لموقع الحادث لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه بعد طبعا نتائج التحقيقات التي هنقف على أسباب هذا الحادث بدقة طبعا، وطبعا متابعة حالة المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.